بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم، أهلا حبيباتي، كراكم دايري لاباس؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جينا نخدموا معكم كريبوني، لاكريم آيس كريم تاع الليم قارص، يجي رائع في السخانة، يصلح لنا الحوايج، نديرهم يبردوا لنا العطش، يجي هايل. ماذا بينا نكثروا أكل الليم، راه كاين هنا عصرت 3 الحبات تاع الليم، وصفوهم بالصفاية لين نخدم معكم ونصور ديريكت. والماء عندنا يكون في الثلاجة بارد، قريب يجمد. كاس راكم تشوفوا ماشي معمر، نفس الكمية كما راكم تشوفوا. الليم جاي نص كاس، 3 الحبات، وسكر غلاس راكم تشوفوا كاس ماشي معمر، وغبرة شانتي تاني كاس ماشي معمر، وعمرتو ديرو نيشان قد قد. نجيبو الباتور، نحطو غبرة الشانتي والماء بارد والسكر، نديرو كامل على ضربة، نخلطوهم ساهل، اللي يوجد في ساعتين ولا 3 سوايع يجمد، والخدمة تاعو راكم تشوفو 5 دقايق يكون واجد. خلطنا كامل المكونات، نطلعوهم بباتور، وما تجيش طالعه كيما كريم شانتي، تجي شويه دوك تشوفوا كيفاش القوام تاعها كيفاش يكون. شوفوا بعد ما كل شيء الخليط جانس، السكر داب وكامل، نجيبو بورت مونجي. راكم تشوفوا ماهوش ماشي كيما كريم شونتي، ما يجيش طالع بزاف. ديروا المغرفه كيما هكا، بصباعكم مسحوه في الوسط، كي تشوفوها ما تلاصقتش معناها راها مليحه، كيما هكا راه مليح. طوف بورت مونجي، عندي كمية صغيرة معاكم، وانتم تحبوا تضاعفوا ضاعفوا كيما تحبوا. نبلعوا عليها وندخلوها الثلاجة، الا درتوها في الليل حتى الصباح وجبدوه، ولا درتوها في النهار ساعتين ولا 3 سوايع يعطيوه وقتها في الثلاجة في المجمد. راكم تشوفوا دايرتها في كونجيلاتور، اللي عنده كورني يدير. انا بعثت ميشلو لي جابوا لي هذا، هذا ما عجبنيش، ما درتش فيه الكلم في الكيسان نيشان. تشوفوا هنا جاني شويه عاده ما جامدش، وهنا هي جمدت، حكمت روحها مليح. ديروها في بورشات ولا دخلوها، ديروها في بالمغرفه، ديروها في الكيسان وكلوه رائع. المهم البنه، هنا كانت جامده بزاف، ما حبش يخرج معايا، بدا يتسرح. عمرو في الكيسان، والله اللي كاين اللي جبرتو كورنيات ينباعو برا، شريو وديرو لولادكم، ماشي فرحو، راكم تشوفو جا هايل. شهيتكم في الجنة، بصحاتكم، استودعكم الله.